بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم شباب. اليوم إن شاء الله المحاضرة الثانية من مادة المالتي ميديا. المحاضرة اللي فاتت أخذنا تعريف المالتي ميديا، مكوناتها، أنواعها، الأبليكيشن اللي تدخل بيها، أهميتها. اليوم في هاي المحاضرة راح ناخذ مصطلحين مهمات جدا من أساسيات المالتي ميديا، ضروري نفرق بينهم، ضروري نعرف معنى كل واحد واستخداماته شنو. مصطلحين هن الهايبر تكست والهايبر ميديا. خلينا نجي على واحد واحد ونشوف شنو كل واحد منهم شنو يعني. الهايبر تكست بداية هو لينك، يعني رابط ينقلك من صفحة إلى صفحة ثانية، مثل ما تشوفون بالويب بيج. مثلا يقول لك من تملي ابلكيشن استمارة معينة يقول لك انتقل لصفحة التالية، مثلا تضغط عليها مباشرة راح يوديك على الصفحة الثانية. هاي الكتابة غالبا تكون موجودة بالويب بيج. هذه الكتابة دائما تكون باللون الأزرق وجواها خط. مجرد ما تضغط عليها هي خلينا نسميها عنوان أو دليل أو يعني توصيلة ما بين صفحة وصفحة ثانية، ما بين معلومات ومعلومات أخرى. حتى تميزون بيناتهن، الهايبر تكست هو تكست فقط، يعني كتابة تنقلك لكتابة ثانية. تمام، هاي معلومة مهمة جدا ضروري تخلوها ببالكم، لأنه راح نجي بعدين على تفاصيل ثانية. هاي التقنية أو هذا الأسلوب أول ما يعني ابتكروه سنة 1960، أغلب استخداماته هو بالبرامج اللي تحتاج قواميس أو موسوعات. إذا تشوفون مثلا يقول لك اضغط لمعرفة المزيد، أو لرؤية المقالة كامل مثلا على سبيل المثال. هذا شنو فايدته؟ فايدته أنه أنا ما أكوم المعلومات اللي عندي بمكان واحد، راح أوزعها، راح تكون عندي سهولة بالتخزين، أقدر أتحكم بطريقة العرض بطريقة مختلفة، أنطي في التشويق للقارئ أو للمستلم. شلون نعرف أن هذه شلون تشتغل؟ خلينا نأخذ مثال أو أوضح لكم طريقة عملها ببساطة. خلينا نفرض أنه إحنا عندنا نتورك، كل وحدة من معلومات أو يعني جزء من المعلومات، خلينا نسميه يونت أوف انفورميشن، يسموه نود، عقدة. الويب بيج عموما أو النيتورك تتكون من مجموعة عقد، مجموعة نودز. هاي النود تكون مرتبطة فيما بيناتها، كل نود تأشر على نود ثانية، يعني واحدة تسبقها وواحدة تلحقها. تمام، ما بين نود ونود أكو لينك أو بوينتر. هذا التطبيق أو هذا الأسلوب يستخدم بالويب سايت، بالمواقع. يعني مثلا تفوت على موقع الكلية هسه راح تلقى هواية عناوين هيدلاين موجودة فوق، كل واحد من عندهم راح يوديك لصفحة ثانية. فكل عنوان تلقاه هذا بهيب هايبر تكست، لأنه راح يوديك إلى موقع ثاني أو صفحة ثانية وهكذا. هذا مثال توضيحي عن الهايبر تكست، تعريفه والمعنى. طيب خلينا نجي ناخذ المصطلح الثاني اللي هو الهايبر ميديا. الهايبر ميديا هو نوع متطور من الهايبر تكست. احنا قلنا، انا قلت لكم ملاحظة مهمة ضروري تنتبهون عليها، الهايبر تكست هو تكست فقط، يعني نص فقط، كتابة. الهايبر ميديا لا، نفس الفكرة، هو هم راح ينقلك من مكان لمكان، راح ينقلك من انفورميشن الى انفورميشن ثاني، لكن مو شرط تكست، ممكن يكون اوديو، ممكن يكون ايمج، ممكن يكون فيديو. يعني ممكن تكست يوديني على صورة، ممكن تكست يوديني على فيديو، ممكن صورة توديني على فيديو وهكذا. إذن هي نفس الفكرة ولكن بمنظور أو باستخدامات أوسع، فيعتبر تطور أو نسخة محدثة من الهايبر تكست. تمام، شنو فائدة الهايبر ميديا؟ الهايبر ميديا أو ليش طورناها عن الهايبر تكست؟ تطورت حتى تزيد من كثافة المعلومات اللي ممكن توصلها بالمرة الواحدة. أنا قلت لكم أنه الكتابة فقط ممكن توصل فكرة منقوصة، لكن باستخدام الهايبر ميديا، باستخدام الصور، باستخدام الفيديو، باستخدام ما
مقاطع الأوديو أو الصوت ممكن تعزز الفكرة وتوصل للمتلقي بشكل أوضح، وما تكون بشكل ممل ورتيب بس مجرد كتابة وكذا. من الأمثلة الواضحة جدا واللي كلكم تستخدموها اليوتيوب. أنت هسه من تبحث باليوتيوب عن فد شي معين راح يطلع لك صورة وبصفها عنوان الفيديو، فبمجرد ما تضغط على هذا العنوان وين راح يوديك؟ راح يوديك على الفيديو الأصلي اللي أنت تدور عليه. فبمعنى هذا التكست اللي موجود ده يوديك لفيديو، أو إذا تضغط على صورة راح يوديك على الفيديو، أو إذا تنتقل مثلا إذا تشوفون الإعلانات والدعايات اللي موجودة بالفيسبوك أو بالإنستغرام يقول لك مثلا اضغط على الرابط التالي لانتقال الفيديو أو لمشاهدة الفيديو كاملا. هذا كله هايبر ميديا مو هايبر تكست. ليش؟ لأنه ده يوديني لفيديو أو لمقطع صوت أو لصورة، مو تكست، مو ملف تكست. إذا كان من تكست إلى تكست فهذا هايبر تكست، بينما إذا كان تكست لصورة، صورة لفيديو، هذا هايبر ميديا. ضروري تميزون بين الاثنين، ومهم جدا تنتبهون على هاي الخاصية. الصورة اللي إذا نشوفها أمامنا هي مثال توضيحي أو لتقريب المعنى اللي حكينا عنه. هذا الهايبر تكست بالملف الأول، عندي هذا المؤشر اللي بالأحمر، إذا أضغط عليه راح يوديني للملف الثاني اللي هو تكست، ما بي أي صورة، ما بي فيديو، ما بي أي شيء. اللينك الثاني أو الهايبر تكست الثاني إذا أضغط عليه راح يوديني للبيج الثالثة وهكذا، هذا هايبر تكست. بالمقابل الهايبر ميديا ملف التكست اللي أمامي إذا أضغط على هذا الهايبر تكست راح يوديني لصورة، إذا أضغط على الثاني راح يوديني لفيديو. ممكن يكون من الصورة إذا أضغط عليها إذا كانت مضمنة هايبر تكست راح توديني إلى الفيديو مباشرة وهكذا. فهذا مفهوم الهايبر ميديا وهذا مفهوم الهايبر تكست. طيب هسه خلي نوحد الفروق اللي بيناتهم بشكل جدول يوضح لي أو يختصر لي المقارنة ما بين الهايبر تكست والهايبر ميديا. الهايبر تكست بداية شنو الأساس مالته؟ الأساس مالته هو تكست يستخدم كرابط ينقلني من نقطة معينة من البيانات إلى نقطة أخرى، تمام؟ سواء كانت بنفس الدوكيومنت بنفس الملف أو بملف ثاني تماما، هذا مو موضوعنا. المهم هاي الفكرة أنه ينقلني من مكان إلى آخر سواء بنفس الملف أو غير ملف. الهايبر ميديا هو نفس الفكرة، نسخة محدثة من الهايبر تكست تنقلني من مكان إلى مكان ثاني، لكن طبيعة المعلومات أو البيانات اللي راح تنقلني إنها مو شرط تكست، ممكن تكون جرافيك، ممكن تكون أوديو، فيديو أو إيمج، تمام؟ هنا الشيء الوحيد اللي ممكن يستخدم هو تكست، لكن بالهايبر ميديا ممكن استخدم كل انواع المالتي ميديا اللي احنا اتفقنا عليها اللي هي جرافيك، ايمج، اوديو، فيديو والى اخره. طيب الهايبر تكست هو جزء من الهايبر ميديا. ليش؟ لان احنا قلنا الهايبر ميديا تشمل كل شيء، الهايبر تكست يشمل التكست فقط. الهايبر ميديا تعتبر نوع متطور او اشمل من الهايبر تكست. شنو استخدمها؟ تستخدم بالالكترونيك تكست فورمات. هنا أنا ممكن تستخدم بالمالتي ميديا اليمنتس، لكن الهايبر ميديا هي لون نون لينير فقط. هذه ضروري جدا تقروها وتفهموها كل زين، هذه المقارنة ما بين الهايبر تكست والهايبر ميديا. طيب هسه احنا ممكن يصير عندنا ارباك لانه احنا اخذنا المحاضرة الاولى مالتي ميديا، هسه بدنا ناخذ هايبر تكست هايبر ميديا. طيب شنو الفرق ما بين المالتي ميديا والهايبر ميديا؟ المالتي ميديا اتفقنا بالمحاضرة الأولى هي كومباينيشن، تجميع لأكثر من ميديا سواء ايمج، اوديو او فيديو. هذا ملف المالتي ميديا انتهينا منه. طيب الهايبر ميديا شنو؟ الهايبر ميديا هو تجميع لملفات مالتي ميديا محطوطة على لينك، رابط زين، على الانترنت بطريقة نون لينير واي، تمام؟ او ممكن نختصر هذا التعريف كله نقول نون لينير فور اوف داتا ريبريزنتيشن، يعني
تمثيل للبيانات بطريقة النون لينير. طيب حتى ما أنا اختصرت لكم الموضوع حتى ما يصير عليكم هوسة وما تتخربطون بالمفاهيم، لأنه ضروري نميز ما بين ذن الثلاث مصطلحات المالتي ميديا الهايبر ميديا والهايبر تكست. سويت لكم مقارنة ما بين المالتي ميديا والهايبر ميديا. طيب المالتي ميديا احنا قلنا هي أنواع مختلفة من تمثيل البيانات تكست أوديو فيديو غيرها. الهايبر ميديا هي نون لينير لينكينج اوف مالتي ميديا، يعني عندي ملفات مالتي ميديا متعددة أربطها بطريقة نون لينير صارت عندي هايبر ميديا. هاردوير ريكويرمنت يحتاج دليفري سيستم، دليفري سيستم اللي هو الكابتشر الانبوت الستورج وما عدا ما يشبهها. هنا احتاج طريقة تمثيل او تضمين اللينك، يعني شلون اختصر لينك كامل بكبسة زر، هذا اللي يحتاجه بالهاردوير. المالتي ميديا انواعها لينير ونون لينير، الهايبر ميديا هي نون لينير فقط. طريقة تعتمد على شنو بتصميمها؟ تعتمد على الانتراكشن والانتراكتيفيتي. الانتراكشن اللي انا فهمتكم عليها بالمحاضرة اللي هي عملية المقاطعة او التدخل، والانتراكتيفيتي اللي هو التفاعل، بينما الهايبر ميديا يعتمد على الانتر كونكتيفيتي والكروس ريفرنسنج. بمعنى حتى ما تدخلون بهاي المصطلحات، عملية ربط النود، عملية ربط الدوكيومنت فيما بينها هي عملية ربط connection وعملية reference بنفس الوقت. بمعنى أنه هذا اللينك راح يوصلني لهاي البيج، هذا اللينك راح يوصلني لبيج ثانية، ممكن لينك ثاني يرجعني للبيج الأصلية، هذا يسموه cross referencing. هذا مو موضوعنا بس أنا أريدكم تفهمون المصطلح فقط. طيب شنو محتويات أو تفاصيل الملتيميديا؟ المالتي ميديا محتوياتها هي هاردوير وسوفتوير. خلينا نجي على واحدة واحدة. الهاردوير تتكون من الكابتشر ديفايسز، كابتشر ديفايسز اللي هي كاميرا الفيديو، المايكروفون، الكيبورد، الماوس، الجرافيك تابلت، 3 دي انبوت ديفايسز وهكذا، يعني الاشياء اللي تسمح للحاسبة الكمبيوتر للبرنامج انه اليوزر يسوي ادخال. لما انت تصور تليفونك مثلا او بكاميرا فيديو فهذا كابتشر ديفايس، لما عندك مايك لتسجل بيه صوت هذا كابتشر ديفايس، كيبورد تكتب بيه تكست هذا كابتشر ديفايس وهكذا. طيب هسه حاليا احنا وصلنا بمرحلة انه انا التقطت بيانات معينة، بالمناسبة كابتشر معناها التقاط، انا هسه التقطت صورة مثلا، شو يحتاج؟ يحتاج اخزنها، فاحتاج ستورج ديفايس، ستورج ديفايس مثل الهارد ديسك، سي دي روم، دي في دي روم وهكذا. طيب بما انه هي مالتي ميديا فاني احتاج كوميونيكيشن نتورك حتى اتشارك البيانات ويا يوزر ثاني كوسيله اتصال ما بين التو كمبيوترز. انواع النتورك: لوكال نتورك، انترنت، مالتي ميديا اور اذر سبيشال هاي سبيد نتورك، اي وسيلة تواصل ما بين تو كمبيوترز. طيب هسه صار عندي كابتشر ديفايس التقطت بيه صورة معينة او مقطع صوت معين، عندي ستورج ديفايس خزنت هذا الشيء اللي انا التقطته، عندي وسيلة تواصل مع كمبيوتر ثاني. طيب شو احتاج بعد؟ احتاج كمبيوتر سيستم، نظام ادارة كمبيوتر حتى اعرف اتواصل وادير عملية التواصل مع الكمبيوتر الثاني، فأحتاج ديسكتوب ماشين أو ورك ستيشن. طيب لهنا خلصت؟ لا، أحتاج بعد شيء، أحتاج ديسبلاي ديفايس اللي هو شنو؟ طريقة عرض الملتي ميديا الانفورميشن اللي أنا حصلت عليها، مثلا السبيكرز الـ HDTV المونيتورز الكولر برنتر، هاي كلها تعتبر ديسبلاي ديفايسز. النقاط اللي حكينا عنها هاي الخمس نقاط هذه هاردوير. طيب شنو هو السوفت وير اللي احتاجه؟ السوفت وير اللي احتاجه المكونات الاساسيه اللي شرحناها بالمحاضره الاولى اللي هي التكست، الاوديو، الجرافيك، الفيديو والانيميشن. المالتي ميديا عباره عن خليط من ذني كلهن، الهاردوير والسوفت وير، بس كل واحد له مكونات.
التكست هو أشهر نوع من أنواع المالتي ميديا، أو أشهر طريقة لتمثيل البيانات. التكست يستخدم للعناوين، للعناوين البارزة، للمنيو، لقوائم، لغيرها. من البرامج اللي تساعدني أنه أعرض الكتابة اللي عندي أو أعدل عليها أو أضيف أو أحذف، اللي هو المايكروسوفت وورد، النوت باد، الوورد باد، وهكذا. طبيعة الملفات أو الاكستنشن للملفات اللي راح تنتج عندي راح يكون هي يا إما الـ DOC بالنسبة للمايكروسوفت أو الـ TXT بالنسبة للنوت باد. الأوديو هو النقطة المتطورة من التكست، عبارة عن ريكورد وبلاي، يعني أنت تسجل صوتك وبعدين تسوي له يعني تشغيل. الأوديو يزيد من عملية الفهم بالنسبة للتكست، يعني إذا كان تكست وحده راح يكون مفهوم أو مستوعب من الطالب أو من المتلقي بشكل أكثر إذا ما كان وياه صوت. فلما يكون صوت راح يكون استيعابه أو استلامه أوضح. من البرامج اللي تشغل الأوديو هي الكويك تايم والريل تايم والويندوز ميديا بلاير. بالمناسبة، بين الثلاث برامج هي تطبيقات موجودات ابلكيشن بالكمبيوتر، او ممكن تنزلها او تشتريها على CD. نفس التطبيقات اللي تشغل اوديو تشغل فيديو، الا فيما ندر اكو تطبيقات لا ما تدعم بس صوت او بس فيديو. بس هو بالعموم اغلب او 90% من التطبيقات اللي تشغل اوديو هي نفسها تشغل فيديو. الجرافيكس فتشي متطور اكثر عن الاوديو، راح يحول لي المالتي ميديا إلى شيء مرئي. إحنا كانت مقروء بالبداية التكست، بعدين صار مسموع، حاليا صار مرئي بخصائص معينة. من البرامج اللي تشغلها اللي هو الويندو بيكتشر، انترنت اكسبلور، وعدد ما شئت من البرامج اللي تفتح صور أو تعدل عليها. من الأشياء اللي تسوي editing على الجرافيكس، يعني تعديل، اللي هو الأدوب فوتوشوب. هذا برنامج لتعديل الصور، للإضافات، للحذف، هواي أشياء بيه، بس هذا جرافيكس إديتينج. فهذا من الأمثلة. النوع اللي بعده هو الفيديو. الفيديو هو تسجيل لحظة معينة، صوت وصورة وتايم. طبعا هو أفضل شيء إذا من ناحية التقييم، من ناحية التفاعل والوصول الفكرة كاملة والدقة، فهو الفيديو أفضل شيء بهذا كله. من البرامج، أنا مثل ما قلت لكم، هاي برامج نفسها اللي تشغل الأوديو نفسها تشغل الفيديو، وتقدر تجربون هاي برامج نفسها تشغل أوديو وفيديو. الأنيميشن شنو؟ الأنيميشن هو عبارة عن تجميع صور بإضافات معينة بعامل الزمن، فراح يكون لي فيديو. بمعنى الانيميشن هو عبارة عن صور، خلينا نقول حتى اقرب لكم الفكرة، خلينا نقول افلام كرتون. افلام كرتون هي عبارة عن رسومات، رسم. هذا الرسم كل حركة يمثلها بصورة، بعدين هاي الصور كلها يدمجها وينطي عامل وقت للانتقال من صورة الى صورة ثانية. فبالتالي من تشغلها بالبرنامج راح تبين كأنه هذا الشيء المرسوم ده يتحرك، في حين أنه هو كل حركة صورة. يعني مثلا مقطع 5 دقائق لأفلام كرتون ممكن يحتاج ل10,000 صورة، لأنه أبسط الحركات هي عبارة عن صورة. تمام؟ الصورة الوحدة يسموها فريم. يقيسون دقة الفيديو أو الأنيميشن بـ number of frame per second، يعني عدد الفريمات اللي تنتقل بالثانية الواحدة، وهكذا. من البرامج اللي تشغل لي الانيميشن او تدعم الانيميشن اللي هو الانترنت اكسبلور، ويندوز بيكتشر، فاكس فيور. هاي المحاضرة مختصرة، اني تعمدت اخليها هيك حتى تفهمون الفروق بين المالتي ميديا والهايبر تكست والهايبر ميديا. اتمنى تقرون المحاضرة، وان شاء الله محاضرة العملية إذا عندكم أسئلة
أول ربع ساعة أستقبلها من عندكم ونبدي بباقي تفاصيل المحاضرات. أتمنى لكم كل التوفيق شباب، شكرا جزيلا.